سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نيتكم فيديو جديد فواحد الوصفه اللي رائعه روعه زوينه بزاف وغادي تعجبكم ان شاء الله. المهم ماسك اللي غادي يكون اهم مكون فيه هو الخيار ماسك، او نقدر نقولوا كريم او بحال هكا. الوجه كيجي زوين بزاف، كيعطي واحد النضاره واحد الاشراق للوجه، يعني غزال، كيعطيكم يعني ميومايين تقدروا تشوفوا يعني النتيجه. هنا عندنا اول مكون الاساسي اللي قلت لكم غادي يكون عندنا هو الخيار. كنشدو الخيار ديالنا كنغسلوها مزيان، وكنجيبونا الحكاكه كنبقاو نحكو فيها. تكون تحاولوا تكون عندكم بحال شي حكاكه ديال الثومه، ولا المهم تكون عندهم مرديوس رقاق يعني باش تخرج لنا اكثر دوك السوائل ديالها. ولا ممكنش عندكم تقدروا تستغناو عليها تجيبوا حكاكه، مي خصكم تطحنوه. اوكي، هنا كنبدا نضغط عليه باش يزيدوا يخرجوا دوك السوائل اللي فيه. تقطعوا عليها هكا بالمعلقه او اي حاجه، ولا تقدروا تطحنوه يعني اختيار ديالكم. ملي كنجيبوا كسرونه او بحال هكا كنحطوا فيها دوك المقادير. كنجيبوا هنا نص كاس د الماء وكنديروه من الفوق. كنجيبوا هنا عندنا 3 معالق د النشا. النشا تقدروا تعرفوا يعني هو واحد المكون او كيعتبر الكربورون، واحد المكون زوين بزاف للبشره وشد البشره، يعني بزاف ديال المستحضرات الجميل كتستعمل فيه هذا المكون الاساسي. صافي كنبقاو نديرو على النار حتى كيتماس كما كتشوفوا. هو اصلا كيخلينا يعقد معنا هذا الكريم، ماشي كريم بليز، ماسك. كما قلت لكم البنات كيعطي واحد اللمعان واحد الاشراق زوين بزاف، وجربوه غادي ترحموني عليه. المهم جبنا هنا واحد مهم اي طاسه او علبه كنخليوه يبرد، وصافي كنخليوه يبرد كما كتشوفوا انه كي من درنا له كتلوح كتلاحظ واحد اللمعان ديال. ملي كتغسلوا وجهكم غسلوه بالماء دافي ومورا الماء بارد، ولا كنتو غديروا كريم ولا هذا خصو صافي كنخليوه هنا كما قلت لكم كيبرد. المهم كي النسبه الاحتفاظ ديالو في الثلاجه مده اسبوع. صافي يعني زوين بزاف، كنتمنى ويعجبكم الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا زر لايك وتبارطاجيو الفيديو ديالكم معنا. بالنسبه لهذا الماسك اللي فيه شي حبوب او شي حموريه تحرق الوجه، زوين بزاف وغزال فعلا هذا الماسك الوجه. جربوه ما غاديش ندموا عليه.